أروح لحضرتك يا أستاذ محمد في نقطة مهمة جدا. وخلال الفترة السابقة ودايما أنا ببدأ سؤالي وحضراتكم بتبقوا موجودين معايا بهذا الأمر، لماذا الأهلي الآن الشناوي ثم موسيماني، كلام وإشاعات كثيرة جدا عن الشناوي وعن موسيماني وعن عمار حمدي، وبيتم نفيها مش من خلال النادي الأهلي ولكن من خلال الأندية الأخرى أو من خلال الكيانات الأخرى اللي بتتكلم على الاشاعات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي، لماذا الاهلي الان؟ يعني هو طول ما انت مستقر، طول ما انت بتحقق اهدافك، طول ما انت ماشي بشكل كويس، طول ما انت ممكن تقابلك ازمه وتتجاوزها وتعديها وتحس ان ما حصلش حاجه والامور عاديه جدا، طول ما هتلاقي كلام بهذا الشكل. يعني كلام كتير جدا عن موسيماني، عن اللي راح الامارات والوحده الاماراتي، لدرجه ان رئيس النادي الوحده نفسه بيطلع بينفي هذا الكلام، شركه يعني بيطلع بيكذب هذا الكلام. فطبعا ده قدر النادي الاهلي دايما بيتعرض لحاجات بهذا الشكل، فلما بيفشل مع المدرب بيروح داخل لك على لعيبه، في لاعب مميز جدا عندك ولاعب مستقر، الشناوي عايز يمشي، الشناوي عايز يروح، ده السوليه جاله عرض من بره، ده معلول رايح الدحيل القطري، مع ان الدحيل القطري اصلا ما عندوش ولا مكان اصلا للاعيبه اجانب موجودين، وهم حصل يعني حتى يعني قالوا احنا مش هنطلع ننفي لان مفيش معلومه اساسا من هذا القبيل. ده عمار ما بيلعبش، يطلع عمار يتكلم، يطلع عمار ينفي، فحاجات كتيره جدا من هذا القبيل بتطلع وتتناثر دايما على النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره جدا ما بيردش عليها، لان الاهلي ما بيحطش نفسه في مكان نفي لفترات كبيره جدا، ما يطلعش ينفي ويكذب اخبار، لما يكون في خبر وفي معلومه بيطلع يؤكد على هذه المعلومه ويعلنها. لكن انا مش هقعد طول الوقت انك حاططني تحت ضغط انفي، ما هو الهدف ان انا اقعد اطلع اشاعات على كابتن اسلام عشان احط اسلام تحت ضغط واسلام يتحول الى نافي ويركز في النافي ويركز في الحاجات دي كلها. فده طبيعي جدا بيحصل مع النادي الاهلي، وطبعا وجود السوشيال ميديا وجود حاجات كتير جدا سهلت العمليه دي. سهل جدا ان اي حد يرمي على اي صفحه اي خبر او اي معلومه، وناس كتير جدا بتنقلها للاسف الشديد جدا بدون اي تركيز وبدون اي تدقيق. يعني السوشيال ميديا يا جماعه عايزين ناكد عليها برضو انها ليس مصدرا موثقا للمعلومات، فدايما بتطلع منها اشاعات كتير جدا وبتعمل مشاكل كتير جدا، فلابد ان ننتبه من هذه النقطه.